كروس موزيوم ظهر ما هي كنيسة. دخول تقريبا بعشرين أو ثلاثين ليرة. هذا المدخل هنا بيدهم كافي بابا. هاي يضع صوت المسيح. فيها تعديلات هي من خارج صاحب داخل وما طيب. جدران القديمة ممنوع استخدام الفلاش يقول
كذا خلصنا القسم هذا. شوف الجهاز الثاني هناك. طبعا اسم المكان بالتأكيد كورا موزيوم. ظهر ان هذه الرسوم تكمل المسيحيين يعني. انا صراحة كمسلم صراحة ما افقه في هذه الرسوم اصلا. بس اذا ما خضن انه يعني قد تكون قصص عن المسيح. هذا ظهر المسيح. ممكن هذه المقصود بها مريم سلام الله عليها. طبعا الظاهر ان هذا القسم وهو الاهم متذكر نسأل عن الكلاس ريفيزيتورز ديو تو ذا ريستوريشن. ما صوت ناس دار شغالي كده. خلصنا القسم هذا. ظاهر ان بس الجزء الامامي مفتوح وباقي الكنيسة مسكرة تحت التعديلات. يلا السلام عليكم. Ben daha annemi ne dedim biliyor musun? Evet. Ben senin dizinin dibinde ayrılmayacağım. Siz evin iletişim. Annem var yamadan kaldı ben burada. Hem diyor. Yine tedakir. حتى لو كان عندك البطاقة لازم انت مرة عشان يشيك على البطاقة انه شغالة. اغلب المكان شغالة عليه الحين تصليحات فيه تعديلات. كل يعني ما هو مفتوح. هلين الصور موجود داخل الكنيسة. يجيوا المكان من الخارج ايضا. ظهر من القسم الاكبر من الكنيسة غير متاح حاليا. يعني هذا القسم اللي غطيناه حاليا. هذا القسم مسكر. كلامي
Ya da bir kere gidiyoruz. Ben yılda ancak bir kere gidebiliyorum. İzinden dolayı. Kilo hayatı kekenin var. Yaşadın ha. Kesinlikle. Çakallar hemen metafil akhir. Ve rahi nzura. Liyom yani. Mümkün bazı fatıra nzura. Makin tane. Seyyid Dual Mabahjat ve gayrha. Elhamu madu. Meşhu ve nadu minne. 125. Ve bu tatma 125. Yallah. Selamu aleyküm.